السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في حلقة جديدة من رياضيزيا. دوت الفيديو رقم 7 في الكورس بتاع الكومبلكس فانكشن. النهاردة هنتكلم على نظرية جميلة ومهمة، وهي كوشيز انتجرال فورمولا. بنستعمل النظرية دي امتى؟ وهنشوف البروف بتاعها ازاي على مدار الفيديو ان شاء الله. اول حاجة بنستعمل النظرية دي امتى؟ ده مبدئيا كده، وبعدين نشوف نص النظرية. نستعمل النظرية ديت لما بيكون شغالين على كونتور انتجريشن، وبنلاقي فيه سنجلر بوينت جوه الكونتور. هتقولي طب ما دي كانت كوشي العادية، دي نظرية كوشي اللي اخدناها في الفيديو رقم 4، الفيديو رقم 5. لا، كوشي كان بيقول لك لو ما فيش سنجلر بوينت جوه الكونتور على طول التكامل ده يطلع بزيرو. تمام؟ يعني ممكن يكون للفانكشن ديت سنجلر بوينت، يعني الفانكشن دي تكون اناليتيك، انما ما تكونش السنجلر بوينت، يعني المشكله بتاعتك ما تكونش جوه الكونتور. فدوت كوشي اللي هي النظريه العاديه، كان بيطلع التكامل بزيرو دايركت من غير ما نحسب، واخدنا البروف بتاعها. انما بقى ايه اللي هنا المختلف؟ ان السنجلر بوينت تكون واقعه جوه المنطقه. يعني لو انا عندي الفانكشن اللي هي الكونتور انتجريشن دوت، الفانكشن اللي جوه دي كلها ليها سنجلر بوينت، الفانكشن اللي هي دي ديت، ها مش الاف اوف زد بس، الفانكشن اللي هي دي كده كلها ليها سنجلر بوينت لما الزد بايه. فلو الزد بايه دوت دي واقعه جوه الكونتور، تمام، النقطة دي واقعة جوه الكونتور، يبقى ازاي نحلها؟ دوت بقى يكون هو ايه البروف بتاع كوشيز انتجرال فورمولا. تعالى كده نبدأ بقى نشوف نص النظرية ونشوف الدنيا ماشية ازاي، واللي اتقال دوت ده نبذة كده سريعة بتمهد للموضوع، او تكون عارف يعني ايه اللي هيحصل على مدار الفيديو. تعالى نقرأ كده الموضوع. If f of z is a regular function inside and on a simple closed contour C, and A is any point inside C, prove that in the integration over C على contour C ل F of Z ل Z minus A DZ بيساوي 2 by I F of A. أنا حبيت أنطقه بالصورة دي، يعني نطقته كده، الانتجريشن على C F of Z DZ over z minus a بيساوي 2 باي اي اف اوف a. يعني بالبلدي كده، اول ما يكون عندك انتجريشن قدرت توصله على الصوره ديت بحيث تخلي السنجلر بوينت محطوطه من تحت، تمام، ويكون طبعا الاوردر بتاعها واحد، في الحاله دي بتتسمى سيمبل بول، هتكلم على الجزئيه دي تاني. في الحاله دي الاجابه دايركت تطلع معاك 2 باي اي تعويض الفانكشن اللي في البسط ديت، تعويض الفانكشن ديت بالنقطة اللي هي عاملة لك مشكلة، تمام؟ ده كده اللي بتقوله النظرية بتاعت كوشيز انتجرال فورمولا. طيب ماشي، في كده كلمتين عايز أنبه عنهم عشان ما يحصلش لبس في الموضوع. هنا في نص النظرية كاتب لي f of z is a regular function inside and on a simple closed contour C. يعني ال f of z ديت regular function، يعني ما عندهاش مشاكل. هتقول لي ازاي اسك انت كنت بتقول لي الفانكشن يكون عندها مشكله؟ لا، اللي انا كنت بقوله ان الفانكشن اللي جوه دي كلها عندها مشكله لما الزد بايه، انما الفانكشن اللي هي مسميها اف اوف زد اللي هي الاف سمول اوف زد اللي هي في البسط ديت اللي في الابر ديت ما عندهاش اي مشاكل. يبقى لو انت هتستعمل النظريه دي في الامثله زي ما هنشوف مثال في اخر الفيديو، لو هتستعمل النظريه ديت لازم تخلي الفانكشن اللي هتكون في البسط ما يكونش ليها اي سنجولاريتي، والحته اللي في اللور او في المقام ديت يكون ليها ايه سنجولار بوينت، وتكون مرفوعه الاوردر 1 بس. تمام، تعال نشوف بقى البروف بتاعنا والدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. بسم الله. اول حاجه مبدئيا كده، انا سميت التكامل ده كله على بعضه، الفانكشن اللي جوه الانتجريشن دي ديت كده، سميتها كابيتال اف اوف زد اللي هي عباره عن ايه، اف سمول اوف زد over z minus a. جميل قوي، كاتب لك let f of z be function analytic function، تمام، inside contour c.
لو الزد اف زد ايكوال ايه از بوينت انسايد سي زين، طبعا ده هيعمل لك مشكله. ايه هي المشكله؟ ان الفانكشن اللي هي اف كابيتال اوف زد از اناليتيك اكسبت زد ايكوال ايه. صح. دلوقتي انت اخدت الفانكشن اللي جوه دي سميتها كابيتال اف اوف زد، اللي هي عباره عن اف اوف زد اوفر زد ماينس ايه. تمام. دلوقتي مبقاش تتقال ريجولار، الريجولار اللي هي الاف سمول، انما على بعضها كده لو هتاخدها كده بقت اناليتيك لما الزد بايه. ايه اللي هيحصل بقى؟ انا افترضت ان الكونتور سي اي شكل، ده مش شرط دايره، يعني الكونتور سي ممكن يكون عامل كده، ده كده الكونتور سي. تمام. والنقطه الاي، النقطه اي اللي هي واقعه جوه، وده المفهوم الجديد بتاع النظريه بتاعتنا، ان المشكله واقعه جوه الكونتور. تمام. هعمل ايه؟ مش شرط الكونتور سي يكون دايره. تمام. هعمل ايه؟ هحوط النقطه ايه ديت بدايره. يبقى مش شرط الكونتور سي اللي جوه المثال يكون دايره، طلع دايره خير وبركه، ما طلعش دايره خلاص. تمام. انما اثبات النظريه دي ان هحوط النقطه ايه ديت كده بدايره، وهنقول الكلمتين دول بالانجلش دلوقتي، بس انا بفهمك اللي بيحصل، انا بشرح بالعربي. تمام. يبقى النقطة A ديت كده هحوطها بدايرة، وهخلي الـ A دوت عشان أضمن اللي هو واقع جوه المنطقة الجديدة اللي هاخدها اللي هسميها C داش ديت، هخليه هو السنتر بتاع الدايرة الجديدة. تمام. تعالى بقى، والراديوس أنا هسميه رو. تعالى نقرأ كده الكلمتين دول بالراحة. كاتب لك إيه؟ If C داش is any other closed contour inside C، يبقى السي داش هو closed contour inside C and including point Z equal A، بس بشرط يكون بيحتوي على النقطة Z equal A. تمام. Then by كوشي سيرم اللي هي principle of deformation ديت، اللي هي الفيديو رقم 6، اخدنا البرنسبل اوف ديفورميشن ان من ضمن الخواص بتاعت الكونتور انتجريشن تقدر تقول ان الكونتور على السي لو عندك منظر زي دوت، اخدنا البروف بتعمل كات، ويعني بروف سهل ممكن تبص فيه الفيديو رقم 6 هتلاقيه طالع لك في اي اتجاه من الاتجاهات دلوقتي، ان الانتجريشن على السي بيساوي الانتجريشن على السي داش في وضع زي اللي احنا فيه دلوقتي ده. تمام. يبقى دلوقتي وصلت ان الانتجريشن على السي، لو انت كونتور انتجريشن اللي اسمه سي هو كونتور انتجريشن اللي اسمه سي داش. تمام. يبقى دلوقتي وصلت الحمد لله للنقطه ديت. حته الدايره اللي انا قلتها من شويه لسه هتكلم عنها تاني دلوقتي. طيب الاف كابيتال اوف زد انت مسميها اف سمول اوف زد اوفر زد ماينس ايه. صح. الاف كابيتال اوف زد مسميها اف سمول اوف زد اوفر زد ماينس ايه. جميل. كاتب لك انا بقى الحته اللي كنت بقولها من شويه. Let C dash be small circle at Z equal A. الـ C dash اللي أنت حوطته دوت وضمنت إن النقطة واقعة جوه، النقطة اللي هي Z equal A واقعة جوه، أنا قلت لك دوت هناخده small circle. تمام؟ ماشي. الـ radius بتاعها رو، فنقدر نكتبها بالصورة ديت، وإحنا أخدنا المفهوم بتاع الكتابة دي، كتابة المنظر دوت لما تيجي تقول mod Z minus A equal رو ديت معناها معادلة دايرة equation of circle، السنتر هو الـ A والراديوس هو الـ room. تمام؟ طيب ماشي. إيه تاني مكتوب؟ Since f of z is continuous inside c then المودرس بتاع f of z minus f of a أقل من الإبسلون less than إبسلون. جت منين ديت؟ ده الشرط بتاع الكونتينيوتي. طب جت منين ان اف اوف زد اصلا كونتينوس؟ ما هو كاتب لي في النص النظريه ان الاف اوف زد ريجولار، واحنا اخذنا معنى كلمه ريجولار يعني ديفرنشبل وان فاليود، وطالما ديفرنشبل يبقى كونتينوس. تمام. مفهوم كده الكلام كله مترتب، وده من ده ده خاصيه من خو من او ده شرط الكونتينيوتي اصلا. لما تيجي تقول ان الاف اوف زد كونتينوس عند النقطة A، يعني لما زد ايكوال A يبقى دي معناها ان اف اوف زد ماينس تعويض الدالة نفسه اف اوف A المودلس بتاعها اقل من الابسلون. تمام. فور اول طبعا زد ماينس A بيساوي الرو اللي هي البوينت اللي هتكون جوه. دلوقتي بقى بص اللعبة بقى. دلوقتي انت وصل ان الانتجريشن على السي بيساوي الانتجريشن على السي داش. جميل. طيب انا مسكت الحتة دي الانتجريشن على السي داش اللي هو اف اوف زد اوفر زد ماينس A اهو. تمام. مش اف اوف زد ديت هي اللي هنا؟ ايه اللي انت عملته؟
طرحت اف اوف ايه وزودت اف اوف ايه. طبعا اف اوف ايه دوت اللي هو تعويض الداله عند النقطه ايه، ما حصلش اي مشكله، تمام؟ كانك بتطرح رقم وبتزود رقم. يبقى ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ الاف اوف زد دي هي الاف اوف زد دي، طرحت اف اوف ايه وزودت اف اوف ايه، كاني ما عملتش اي حاجه. وادي يا عم الزد ماينس ايه، وادي الزد ماينس ايه، والانتجريشن على السي داش او السي مش فارق، هو هو. طيب وهقول لك استفدنا ايه تاني من الحته دي قدام. ماشي نكمل، وصلنا للحته دي. هنقسم بقى، هنقسم. بص بقى، انا هحافظ على المنظر ده، هحافظ على المنظر ده كده، هقول اف اوف زد ماينس اف اوف ايه على زد ماينس ايه ده التكامل، ده حته، ده تكامل. وهقول اف اوف ايه على زد ماينس ايه ده تكامل. يبقى قسمت لما زي ما تقول مثلا مثلث زائد دايره على اي حاجه، على مربع مثلا. دي معناها ايه؟ دي معناها مثلث على المربع، مثلث على المربع، ودايره على المربع. معايا؟ ده اللي انا عملته دلوقتي. طبعا الانتجريشن لينير اوبريتور وتوزع على الترمات ديت. تمام ماشي، وصلنا الحمد لله لحد المرحله دي. نكمل. بص بقى، التكامل ده كده، التكامل ده، ده اهو هو اللي هنا ده. طب هتقولي ايه السي داش مالها اتحولت كده ليه؟ ما انت اخد ان السي داش هي معادله دايره السنتر بتاعها ايه والريديوس بتاعها رو، اهي اهي كتبتها لك، بوضحها لك يعني. وسميت الحته اللي عامله لي مشاكل دي كده، التكامل ده كله انا مسميه جي. خلاص يبقى دلوقتي وصلنا بقى المساله دي كده زائد الجي. طيب الجي اهو، ايه اللي قلب التكامل ده كله ب2 باي اي اف اوف ايه؟ ديت كانت في فيديو رقم 3 او 4. دي مساله مشهوره، مساله مشهوره لما تيجي تعمل كونتور انتجريشن على اي دايره، اي دايره مش فارق حتى الراديوس بتاعها، بس بشرط ان الزد ماينس اللي هنا تكون هي هي نفس الحاجه اللي هنا، فبتاخد تعويض ان الزد ماينس اي ايكوال اي رو، الرو بقى، الرو ايكوال رو اي باور اي سيتا. ليه اخدت الرو؟ عشان هنا الراديوس اسمه رو، تمام؟ رو اي باور اي سيتا، بحيث لو جيت اخدت المود، جيت اخدت المودولس، هيبقى مود رو اي باور اي سيتا. ومن لما يكونوا عندك حاجتين مضروبين، المودولس بيبقى برضو ايه، بيتوزع والايكواليتي ما تتغيرش، هيبقى مود رو اللي هو برو يعني اكيد هيبقى موجب، في مود اي باور اي سيتا اللي هو جذر كوزين سكوير بلس ساين سكوير، فهتطلع بواحد. تمام. طيب بعد ما بتاخد المنظر ده كده، ده تعويض هتحطه هنا، يبقى هنا في رو اي باور اي سيتا، والدي زد هيبقى اي رو اي باور اي سيتا. هتلاقي الاي باور اي سيتا طارت مع اي باور اي سيتا، والاف اوف ايه تطلع بره التكامل. تمام. يتبقى معاك انتجريشن لدي سيتا، انتجريشن طبعا الانتجريشن هيكون من 0 ل 2 باي، لان بتاخد الكونتور كامل اللي هو عباره عن دايره، يبقى من 0 ل 2 باي دي سيتا، اللي هي هتطلع معاك ب 2 باي. تمام. في طبعا اي هتنزل هنا وانت بتجيب الدي زد، فهيطلع في التكامل في الاخر 2 باي اي اف اوف اي، اف اوف اي دي اللي هي اف اوف اي اللي هنا. دوت جاب لي، لو انت عايز تشوفه بالتفصيل في فيديو رقم 4، الفيديو رقم 4 في نصه كده ابتديت احل شويه مسائل، ارجع لها هتلاقيني، هتلاقي المثال دوت من ضمنهم يعني. ماشي، يبقى دلوقتي عرفنا خلاص اجابه السؤال دوت، طلعت معايا 2 باي اي اف اوف اي، والجي دوت اللي هو التكامل اللي هنا ده. تمام ماشي، وصلنا الحمد لله لحد العمليه دي. عايزين نحسب الجي، نشوف الجي ده هيطلع بايه، ونروح راجعين حاطينه هنا، ويبقى معايا التكامل على السي داش بيساوي 2 باي اي اف اوف اي زائد ايه، زائد الجي. تمام. تعال نشوف الجي ده هيطلع معايا بكام. مسكت الجي انا اهو في صفحه جديده، هنبتدي بقى نشوف نتحسب ازاي الكلام ده. طبعا اللعبه لو انت لمح شويه لقيت ان انا في النص كده دخلت الديفينيشن بتاع الكونتينيوتي. طبعا هو معانا في كل المسائل، بس اشمعنى يعني حبكه اللي انا اخد الديفينيشن ده دلوقتي؟ اكيد عشان هستعمله في حساب الانتجريشن اللي انا مش عارف احسبه ده. طيب بص بقى، الجي كان عباره عن انتجريشن للسي داش اللي هي الدايره اللي انت اخدتها السمول سيركل ديت، اف اوف زد ماينس اف اوف اي اوفر زد ماينس اي دي زد. تمام. ايه اللي انت عملته هنا؟ اخدت مود للطرفين، يبقى مود جي ومود الطرف ده كله. طيب في نظريه مشهوره ان مود الانتجريشن اقل من او يساوي انتجريشن المود،
فدلوقتي اللي حصل اخدت مود للطرفين، الايكواليتي هي، بس لما تدخل المود دي كده جوه بتتقلب الايكواليتي اقل من او يساوي، خلاص هتبقى less than or equal، هيبقى الانتجريشن هو والمود هيخش على الفانكشن دي كده. طبعا هي اسمها صح، هي ديفيجن، فهيبقى مود اللي فوق اوفر مود اللي تحت، هيبقى مود اللي فوق اهو ومود اللي تحت. طب انت مود اللي فوق دوت من الديفينيشن بتاع الكونتينيوتي لسه بتقول لي عباره عن ايه؟ ده اقل من الابسلون، ده كده كان في السطر اللي فوق اقل من الابسلون من تعريف الكونتينيوتي، اقل منها او اقل منها ويساوي، تمام؟ المفروض اقل من، فديت هتبقى اقل من فقط، يبقى شيل اللي يساوي اللي هنا، ديت كده هتبقى اقل من بس، تمام؟ اقل من الابسلون، بقت الحته دي ابسلون، جميل. والزد ماينس ايه كنت برضو اخدها اقل من الرو، انت عارف ان الزد ماينس ايه اقل من الرو، تمام؟ او سوري، الزد ماينس ايه اوريدي برو، الزد ماينس ايه ديت برو صح، مود زد ماينس ايه برو اهو، يبقى الحته دي ابسلون على الرو. يتبقى معاك انتجريشن، بص بقى عشان دي الحته انا اكلت الخطوات اللي فيها، الحته اللي فوق دي كده اللي هي بقت اقل من الابسلون، ماشي قول ابسلون لان الايكواليتي دي هتبقى علامه اقل، اللي هي الخطوه اللي جايه دي هتبقى اقل، تمام ماشي. والحته دي كده برو، خلاص دول هيطلعوا بره التكامل، خلاص مبقاش فيه متغير بالنسبه لزد اللي انت بتكامل بالنسبه لها، بقى عندك تكامل فاضي لزد ماينس اي دي زد. ركز بقى معايا في الحته دي، زد ماينس اي طبعا ايكوال رو، زد ماينس اي ايكوال رو، ايكوال رو دي زد. ايه معنى الحركه دي؟ لما تيجي تعمل انتجريشن كده، طبعا ده كونتور انتجريشن، انت بتكمل على السيركل نفسها، تمام؟ دي زد ده معناه بتجيب محيط الدايره، محيط الدايره عندك كنت تاخدها زمان 2 طه ناق صح، ليه هتبقى 2 باي ايه الراديوس، طب الراديوس بايه اللي هو الكونتور دوت برو، هيبقى 2 باي رو، خلاص يبقى عرفت اجابه الكونتور ده، الحته دي بابسلون والحته دي برو، طلعت بره التكامل، اتبقى معايا تكامل فاضي دي زد. لما يحصل لك منظر زي كده يبقى انت بتجيب محيط الدايره، تمام؟ لان انت بتكمل على الكونتور دايركت، مفيش اي حاجه، فهيطلع معاك 2 باي رو، الرو هتطير مع الرو، هيبقى الاجابه 2 باي ابسلون. يبقى دلوقتي انت وصلت ان مود الجي ب 2 باي ابسلون، ايه الخطوه الاخيره؟ هتاخد الابسلون دوت ليميت، لما الابسلون يروح للزيرو هتلاقي ان الجي طلعت معاك بزيرو، خلاص يبقى في الاخر الجي دوت طلع معايا بايه؟ بزيرو. دلوقتي الحته الثانيه هقولها بسرعه، خدت مود للطرفين وبعدين المود دخل جوه، فمود التكامل اقل من او يساوي تكامل المود، والمود هيتوزع على القسمه، هيبقى مود اللي فوق على مود اللي تحت، مود اللي فوق دوت بقى اقل من الابسلون، ومود اللي تحت دوت برو، هيطلعوا بره التكامل، هيبقى معاك تكامل فاضي لدي زد، يعني هتجيب محيط الدايره اللي بتكامل عليها اللي هي 2 باي رو، الرو هتطير مع الرو يبقى 2 باي ابسلون، خد ليميت للطرفين، ليميت اللي هنا وليميت اللي هنا، لما الابسلون يروح للزيرو هتلاقي معاك ان الجي طلع بزيرو، مود الجي ايكوال زيرو يعني الجي بزيرو، جميل. دلوقتي الجي بزيرو، ارجع تاني للمعادله دي، انت كنت واصل ان تكامل على السي داش لاف اوف زد اوفر زد ماينس اي، كنت بادئ من هنا، البدايه كانت هنا، تمام؟ ما تنساش، بدات بدي وصلت ان هي بتساوي الحاجات ديت، والجي بزيرو يبقى وصلت ان دي بتساوي 2 باي اي اف اوف اي، تمام؟ طبعا انت عارف حاجه، دي انا هتلاقيني كاتبها تحت، اللي انا بقولها دي هتلاقيني كاتبها تحت اهي، يساوي 2 باي اي اف اوف اي، يبقى الاف اوف اي اللي هو طالبها هيبقى 1 على 2 باي اي تكامل على السي داش اف اوف زد اوفر زد ماينس اي دي زد، تمام؟ طبعا هيقول لي بس انت في نص النظريه كاتبها سي مش سي داش، ما احنا اخدنا ان التكامل على السي داش هو التكامل على السي عن طريق البرنسبل اوف ديفورميشن اللي هو في الفيديو رقم 6، تمام؟ وبكده قدرنا نثبت، قدرنا نجيب البروف بتاع كوشي انتجرال فورمولا، كوشيز انتجرال فورمولا، بروف جميل وسهل، بيخلص في سطرين ثلاثة في حتة الديفينيشن أو حتة الفرد اللي بتاخده أو الكونتور اللي أنت بتاخده على شكل دايرة، بس اللي بيخلي البروف طويل إثبات الجي دوت، تمام؟ الحتة بتاعت الجي دي. طيب تعالى كده ناخد مثالين ثلاثة يبينوا لنا الموضوع. المثال دوت مثال حلو، بص بقى الأمثلة لما بتيجي بالصورة دي، يجي لك السؤال اللي هو الحتة اللي بالأخضر دي، هو واضحة لك يعني الألوان، الحتة دي المفروض لونها أخضر يعني، تمام؟ طيب بص بقى،
ثانية واحدة، أنا البتاع ده مزوني، هحط بس كده تمام. بص بقى ركز معايا، السؤال يجي لك كده بالظبط تمام. الكونتور اللي هو أخده ديت معادلة دايرة، السنتر باتنين والراديوس بواحد. تروح أول خطوة تعملها تروح ترسم، دي أول خطوة من قبل ما تبص للمسألة. بروح ارسم الكونتور بتاعي، ومش بترسمه رسمه اللي هي رسمه بيرفكت، بترسمه رسمه كروكي بس تكون الابعاد سليمه. يبقى اول خطوه بعملها بروح ارسم الكونتور بتاعي، هنا السنتر باتنين، ادي يا عم السنتر باتنين والراديوس بواحد، يبقى هنا هيبقى عند التلاته وهنا هيبقى عند الواحد، وادي يا عم شكل الدايره بتاعك وانا مسميها سي، المفروض طبعا عكس عقارب الساعه، يبقى كده شكل 10 10. يبقى دي ستيب 1، يبقى ستيب 1 الرسمه. ستيب 2 بتحلل المقام، تعمل فاكتورايزيشن للدومينيتور اللي عندك تمام. زد سكوير ماينس 4 ديت بتتحلل تبقى ايه، زد ماينس 2 وزد بلس 2. ليه بعمل فاكتورايزيشن؟ عشان اقدر اشوف ايه النقطه اللي تعمل لي مشكله، ما النقطه اللي بتعمل مشكله دي اللي هي السنجولاريتي تمام. هنا عندك 2 2 سنجولاريتي، الزد ب 2 تعمل لك مصيبه سودة هنا، خلي لك الحته دي بصفر، والزد بسالب 2 يعمل لك برضه مشكله كبيره. يبقى عندي ايه، 2 سنجولار بوينت، زد ب 2 وزد بسالب 2. ما تستعجلش وتروح كاتب له عندي مشكلتين ويبقى كده كوشي ازاي وبتاع والجو دوت، لا انت عندك مشكلتين صحيح، عند الزد ب 2 اهي والزد بسالب 2. الزد بسالب 2 اللي هي هتبقى واقعه هنا، وديت واقعه بره الكونتور، يبقى خلاص دي ما بقتش مشكله خلاص. تاني الحته دي هنا، الزد دي اللي تعمل لك مشكله، الزد ب 2، واللي يعمل مشكله هنا الزد بسالب 2. لما الزد تحطها ب 2 دي مشكله واقعه جوه الكونتور، ايوه طبعا اهي اهي الزد ب 2 دي متسنتره، ده هي السنتر اصلا بتاع الدايره، يبقى هي دي اللي عامله لي مشكله. يبقى دلوقتي احافظ بقى على الشكل اللي هو كان في البروف بتاع كوشز انتجرال فورمولا، بيقول لك تخلي المشكله هتبقى بالمنظر ده. هو بيقول لك المشكله لو عند الايه، يبقى تخلي المقام بس زد ماينس ايه، والباقي كله تحاول تطلعه فوق وتسميه اف اوف زد. ده اللي انا هعمله دلوقتي. بص بقى اللي هيحصل، المشكلة عند الزد ب 2، يبقى تخلي في المقام زد ماينس 2، أهو زد ماينس 2 تمام؟ طبعا هي دي المسألة. طب الباقي كله عايز أطلعه فوق عشان أسميه اف اوف زد، يبقى تروح عامل دي، طبعا مش هتطلعه فوق، بتبقى دي زد ماينس زد بلس 2 فوق، لا تطلع فوق 1 على زد بلس 2 تمام؟ 1 اوفر زد بلس 2. يبقى دي الحتة دي كده، هي دي على فكرة، هي دي كده بالظبط تمام. يبقى ايه اللي انا عملته، بحاول اعمل الحركه دي عشان احافظ بالمنظر بتاع كوشي. طبعا اللي انت طالما حطيت البسط اللي هي الحاجه اللي مش هيكون فيها اي مشاكل، عشان كده دي بتتسمى ريجولار فانكشن، يبقى انت بتطبق كوشيز انتجرال فورمولا بالملي. الحته اللي بتكون فوق، الحته اللي بتكون في الابر بتكون ريجولار فانكشن، وفعلا دي ريجولار فانكشن ما فيهاش اي مشاكل من ضمن الكونتور بتاعي قصدي، والحته اللي تحت هي النقطه اللي عامله مشكله صح. الحته الريجولار فانكشن دي انا بسميها الاف اوف زد، زي ما انا مسميها هنا اف اوف زد 1 اوفر زد بلس 2. ليه بعمل الحركه دي؟ لان الاجابه بتطلع دايركت، الاجابه بتطلع دايركت 2 باي اي اهي. بص الاجابه، مش هو ده الشكل اللي احنا وصلنا له تحت؟ يبقى الاجابه 2 باي اي اف اوف اي، يعني تروح كاتب له 2 باي اي تعويض الداله الاف، الاف اللي هي هنا دي، تشيل الزد وتحط الاي بس كده، هتبقى الإجابة بالنسبة للسؤال بقى 2 باي اي اف اوف زد ديت لما الزد ب 2، يعني معناها اف اوف 2 لأن هنا الـ A ب 2، يبقى الإجابة 2 باي اي تمام، مضروبة في إيه بقى؟ الـ F اوف زد، هتقول هناك كنت بتقول اف اوف إيه، هنا هتقول اف اوف 2 تمام. إيه معنى اف اوف 2؟ يعني الزد اف اوف زد بس تحط الزد ب 2، تعوض عن الزد ب 2. طب الاف اوف زد اللي هي ايه، اللي هي في البسط، اللي هي 1 على زد بلس 2، شيل الزد وحط 2 هتبقى 1 اوفر 4، اضرب الاثنين في بعض هتبقى الاجابه باي اي اوفر 2 تمام. مثال تاني على كوشي، هنا انا ايلان ده كوشي سيرم اللي هي الفيديو رقم 5، دي كوشي العاديه، انما اللي بناخده دلوقتي دي كوشي انتجرال فورمولا. سيب الحته دي مساله كده، سيبها، جري كل الحاجات ديت، كل الحاجات دي هنحاول نشرحها وفي حاجات اتشرحت. تعال ناخد المثال الجميل ده يوضح لنا العملية. لا ده لسه ده. بص طيب. دي ماشي، تعال ناخد المثال ده كده. بص المثال ده، أول حاجة هترسم.
طيب عندك الدايرة بتاعتك السنتر بأي أهو، والريديوس بواحد، هيبقى الشكل بتاعك كده. المثال ده أخدناه في فيديو رقم 5، بس هقوله دلوقتي كده سريعا عشان في حاجة عايز أثبتها في دماغك. السنتر بأي والريديوس بواحد، يبقى شكل الدايرة هنا معنى أي يعني واحد على محور واي، لأن الواي بيتسمى الريال أكسس. بعد كده تروح تحلل المقام، المقام ده هيبقى زد ماينس 1 وزد بلس 1. عندي مشكلتين، الزد ب1 والزد ماينس 1. ادي يا عم الزد ب1 وادي الزد ماينس 1، تمام. المشكلتين واقعين بره، يبقى ده مش الفيديو بتاعنا اصلا. لا احنا الفيديو بتاعنا بيقول لك لما تلاقي مشكله واقعه جوه. طب ايه المشكلتين واقعين بره؟ ده اللي هو الفيديو رقم 5، ده اللي هو كوشي بقى، كوشي بس، كوشي السيرم فقط اسمها كده، تمام. لا بيقول لك لما المشاكل يكون عندك مشاكل بس واقعه بره الكونتور، يبقى التكامل دوت بزيرو، ودي ثبتناها، يبقى التكامل من غير ما احسب بزيرو. اتمنى تكون حصل لينك ما بين الفيديو دوت والفيديو رقم 5، عرفت تعرف الفرق بالذات ايه اللي بيحصل. تعال بقى ناخد مثال دلوقتي على على كوشي انتجرال فورمولا تاني، اللي هي لما المشكله تكون واقعه جوه، وبعدها هقول حاجه زياده كده واتمنى يعني تفهم. تعال ناخد المثال ده، شكله مكلكع كده، تعال نشوف ايه اللعبه. كاتب لك ان الدايره بتاعتك مود زد ايكوال تو، ما تتخضش من منظرها، دي دايره لذيذه جدا. طالما ما لقيتش حاجه مطروحه من الزد، يبقى دي معناها السنتر بزيرو. ادي يا عم السنتر بزيرو والراديوس ب2، وفعلا الراديوس ب2، كتبت هنا 2 وكتبت هنا سالب 2، جميل قوي. ورسمت الدايره، تبتدي تبص في المقام وما تتخضش. المقام عندك ايه؟ عندك مشكلتين، لما الزد ب1 ولما الزد ب3. لما الزد ب1 مكانها هيبقى هنا طبعا، واقع جوه الكونتور وش ما فيهاش مشاكل. ولما الزد ب3 دي مكانها هنا، هتلاقي عملت لك هنا علامه صح وهنا علامه غلط، لان ديت هي صحيح مشكله بس واقعه بره الكونتور، فخلاص اروح مطلعها في البسط زي ما انا عملتها الحركه دي. والمشكله اللي عندي اروح مسنطرها قصادي كده وتبقى واضحه، عشان دي اللي هنتعامل معاها. يبقى كونت الشكل بتاع كوشي انتجرال فورمولا اللي احنا كنا ثابتين البروف عليه. الحته اللي اتكونت في البسط هي بتتسمى الاف اوف زد، دي الاف اوف زد، والحته اللي في المقام ديت دي اللي هي عندها المشكله، تمام. طبعا انا طلعت دي في البسط كده ازاي؟ مش بتطلعها بالعافيه، ها، هي مجرد ايه؟ مجرد طريق يعني، اسلوب في الكتابه يعني. ما انت عارف لما اقول 1 على 5 على 6، هي 1 على 5 في 6 في المقام، تمام، هي 1 على 30 يعني. دي عملتها كده علامة اسمها، وحاولت اكونها كده بشكل ايه في البسط بنفس الشكل هنا، وسنترت السنجولاريتي اللي عندي عشان اكون الشكل بتاع كوشي. اللي فوق دي بتسميها اف اوف زد، والاجابة دايركت هتبقى 2 باي اي اف اوف ايه، هنا الاي بواحد، هنا الاي بواحد، دي كانت لو بصيت للنظرية كانت هنا الاي بواحد، يبقى 2 باي اي اف اوف واحد، دي الاف صح؟ شيل الزد وحط الواحد تعويض مباشر، هيبقى اي باور 3 في 1 يعني اي باور 3 على 1 ماينس 3 كام؟ سالب 2 ومعمول لها سكوير هتبقى 4، هتبقى اي باور 3 اوفر 4، تمام؟ مضروبه طبعا في 2 باي اي، هتلاقي الاجابه طلعت في الاخر باي اي اي باور 3 اوفر 2، تمام، حلو قوي الكلام ده. تعال ناخد كده المثال ده برضو تاني، انا عارف الفيديو طول المره دي بس ما يهمش عشان ننجز. تعال ناخد المثال ده، هترسم الدايرة اللي عندك، هنا عندك السنتر بأي والراديوس بواحد، معنى ان السنتر بأي يعني 1 على محور واي، والراديوس بواحد، هيبقى الشكل عندك بالصورة دي. تروح تبص للمقام اللي موجود عندك، عندك الايه ال اه المسألة دي حلوة، بص ركز معايا. عندك الاي تعمل مشاكل، الاي تعمل مشاكل، طب هل الاي دي جوه الكونتور؟ طبعا دي الاي دي هي السنتر، تمام. وبيقول لك كوزين زد، انت طبعا فكره اصفار المقام بتاخد كل حاجه وتصفرها وتشوف ايه اللي بيعمل مشاكل فتنفيه بقى. هنا الزد ماينس اي تساوي بالزيرو يدي لك الزد باي، يبقى هي ديت اللي هتعمل لي مشكله. كوزين زد لما تساوي بالزيرو دي هتدي لك الحاجات اللي بتخلي الكوزين بصفار ايه؟ الباي اوفر 2 صح؟ اي رقم فردي مضروب في باي اوفر 2، تعال نقول باي اوفر 2. باي اوفر 2 ديت اللي هتكون معاك كام؟ هتبقى 3 يعني 22 على 7 على الاثنين، يعني انا ماسك الآلة دلوقتي هتبقى 3.14 على الاثنين، يعني هتحسبها هتلاقيها 1.57، يعني قول 1.6، 1.6 يعني هنا، تمام؟ طبعا القيم دي هتقعد تتكرر بنفس الدورات، يعني كلها هتكون واقعة على محور اكس معايا، فهمت الجزئية دي؟
يبقى دلوقتي مفيش حاجة هتخلي الكوزاين بصفار، مفيش حاجة هتصفر الكوزاين من ضمن الكونتور اللي مرسوم قصادي بالشكل دوت. يبقى انا كده الحمد لله عرفت اني ما عنديش الا مشكلة واحدة، اروح كاتب المقام بالصورة ديت، والكوزاين اروح مطلعها فوق، الكوزاين اروح احاول اطلعها فوق كده، هعملها علامة قسمة وكوزاين الزد عشان اخليها في البسط، واسمي دي الاف اوف زد، والاجابة دايركت هتبقى 2 باي اي اف اوف ايه بقى؟ اف اوف اي. الاجابة هتبقى 2 باي اي اف اوف اي، فين الاف اللي هي الحتة اللي في البسط دي كلها، بس شيل الزد وحط الاي. طبعا دي تقدر تتحسب، كوزاين اي دي هتبقى كوشاين واحد، ده اول تاني فيديو، دي اللي مش عارف دي جت ازاي، ده في تاني فيديو هتلاقيني شارحها في تاني فيديو في الجزء الكومبلكس. واي باور 3 طبعا اللي هي بكام؟ اللي هي بنيجاتيف اي، تبقى نيجاتيف اي وفي اي هتبقى واحد، هيبقى 2 باي اوفر كوشاين 1. دي مش كوزاين 1، كوشاين، بص كوشاين اهي، كوشاين 1 تمام. تعالى نشوف ديت بقى، في موضوع تاني وهو كوشي انتجرال فورمولا فور دريفيتيفز. الموضوع ده بنستعمله لما تلاقي المشكلة عندك متكررة كذا مرة، يعني مثلا مشكلة زي دي كده، مشكلة مثلا زي دي، زي المسألة دي، المسألة ديت بيقول لك مود زد ايكوال 4، هتروح راسم دايرة السنتر بتاعها 0 والراديوس بتاعها 4، تروح تبص للمقام هنا، المقام هنا لما الزد ب2، الزد لما ب2 وقع جوه، طبعا وقع جوه يبقى في الحتة دي اللي انا بشاور عليها. طيب جميل ماشي ماشي، ايه في مشكلة كبيرة، ايه هي المشكلة؟ ان هو المشكلة ديت دبل بول مرفوعة الباور 2، طالما مرفوعة الباور 2 دوت بيتسمى دبل بول، انما كل المشاكل اللي كانت قبل كده، اللي كانت قبل كده كانت بتكون مرفوعة الباور 1، طالما مرفوعة الباور 1 بتتسمى سيمبل بول تمام. طيب المشكلة ديت مرفوعة الباور 2 يعني كأنها متكررة مرتين، طب اعمل ايه؟ ايه اللي هستعمله؟ هل ينفع استعمل كوشي انتجرال فورمولا ولا في حل تاني؟ اه في حل تاني، هنستعمل كوشي انتجرال فورمولا فور دريفيتيفز، نستعمل الفورمولا دي تمام. بيقول لك انتجريشن على سي اف اوف زد، زد ماينس اي مرفوعة الباور ان بلس 1، تقلب معاك انا دي هوديهم الناحية التانية، هيبقى 2 باي اي اوفر فاكتوريال ان مضروبة في اف متفاضلة ان من المرات اوف اي تمام، اف متفاضلة ان من المرات اوف اي. طب دي تعالى نطبقها بمثال على طول وهتفهمها، انت عليك نص نظرية بس وهتفهمها يعني واحنا شغالين ما تقلقش، نفس المثال اللي كنا بنتكلم فيه دوت. طيب الحتة اللي فوق دي بتسميها هي الاف اوف زد، ماشي الاف اوف زد اهي تمام، وبتحاول تخلي المقام اللي هو هنا متظبط زد زد ماينس 2 باور 2 بنفس الشكل اللي هنا تمام، نفس شكل النظريه اللي هنا، هتاخد الان بلس 1 تساويها ب2، يبقى الان عندك بكام؟ يبقى الان بواحد، يبقى الاجابه دايركت هتطلع معاك ايه بقى؟ دول انا لما توديهم هناك هيتقلبوا، هيبقى 2 باي اي اوفر فاكتوريال 1 مضروبه في اف ما بين قوسين واحد اوف ايه، معنى اف ما بين قوسين واحد يعني معناها اف داش، اف داش اوف ايه اللي هي هنا بواحد، بص سوري الايه هنا ب2، بص الايه قارن هنا، الايه هيكون مكانها 2 والان هيكون مكانها 1، لان 1 زائد 1 2 تمام. يبقى الاجابه 2 باي اي، لما تيجي تقلب دي 2 باي اي اوفر فاكتوريال 1 يعني 2 باي اي، لان فاكتوريال 1 ب1 مضروبه في ايه بقى؟ دي الحته الجديده اف ما بين قوسين 1 اوف 2، دي معناها اف داش اوف 2، يعني الاف اوف زد هنا زد زد باور 4 اللي هي كانت في البسط، هتشتقها الاول تدي لك 4 4 زد، انا مجاوبها تاني 4 زد 4 زد باور 3، تحط الزد وتعوض ب2 هتبقى 4 في 2 باور 3 اللي هي 4 في 8 تمام، ب32 ومضروبه في 2 ب64. معايا ايه الفرق ما بين النظريه المثال دوت والامثله اللي قبل كده؟ الامثله اللي قبل كده كانت بتلاقي المشكله واقعه جوه بس مش مرفوعه لاي باور، انما هنا المشكله مرفوعه الباور، هي دي الحته الجديده. فلما يكون المشكله مرفوعه لباور ايا كان الباور، تستعمل الفورمولا دي كوبي وبيست كده وبس. اتمنى تكونوا فهمتوا، ونكمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وبالتوفيق باذن الله.